حاجه ان كله بقى ايد واحده، حتى اللي مش متفق مع اسامه الموشي او مش متفق مع مجلس الاداره كلنا بقينا ايد واحده. فدي انا بقول دي اهم حاجه، ان الناس لما تبقى ايد واحده كل الخير هيجي النادي منتخب السويس باذن الله. ونتمنى ان شاء الله ان الايام الجايه دي احنا الفرقه فعلا بتتدرب يوميا وشغاله بشكل كويس، وان شاء الله في صدد ان احنا نعمل مباراه وديه على اساس ان برضو تجهيز اللاعبين، ان بحيث ان يبقى الفرقه كلها جاهزه. شايف دعم من الجماهير ومجلس الاداره، يعني يومين الجماهير موجوده بتتفرج وبتشجع اللعيبه، مجلس الاداره جاي بيتفرج، الجماهير بشكل حماسي جميل كل يوم. فدي كل دي حاجات بترفع معنويات اللعيبه. الفتره اللي فاتت طبعا احنا كنا بادئين الموسم كنا قلنا لجماهير السويس وعدناهم، اللي انا بشكرهم بشكر رابطه مشجعين لمنتخب السويس وجماهير السويس كلها، لان هم كانوا بعد المولى عز وجل هم السند الرئيسي. وانا على طول بقول للعيبه، اللعيب رقم واحد في الفرقه هو الجماهير الحمد لله. يعني وعدناهم في بدايه الموسم ان احنا السنه دي ان شاء الله على وعد ان احنا اقل حاجه هنكون في دور المحترفين. الحمد لله قد كان بفضل الله معانا لعيبه رجاله ومعانا اجهزه فنيه، سواء الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن ميمي فريد او الجهاز الفني اللي موجود الكابتن سعد، كلنا بنكمل بعض يعني كلعيبه وكجهاز وكاداره وكجماهير. نادي منتخب السويس على طول مش جديد. الحمد لله رب العالمين، ده تعب سنه كامله لعيبه واداره وجماهير ورانا، مش تعب انا بس طبعا، لكن انا بصفتي قائد الفريق فانا اللي كنت بحاول طول الوقت اديهم طاقات ايجابيه واعرفهم قيمه النادي، اعرفهم قيمه الوضع اللي احنا فيه، اقول لهم مميزات الفتره اللي احنا فيها وان احنا نصعد لدوري المحترفين ده هيبقى ليه ايجابيات عامله ازاي، ولا قدر الله لو ما صعدناش هيبقى فيها سلبيات عامله ازاي. كنا بنحاول نكشف لهم بما عندنا من خبره بسيطه ان احنا نكشف لهم الاوضاع ازاي قبل ما تحصل. وبفضل الله الحمد لله كويس ان الحمد لله انت موجود مع حضرتك دلوقتي اللي بتبارك لنا على الصعود مبدئيا لدوري المحترفين. الحمد لله. الحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهود مجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه، وطبعا فرحه الجماهير على مدار ال 15 يوم اللي فاتوا ما توصفش باي شيء. مهما قلنا اي حاجه فرحه الجماهير لا تعد قصادها اي شيء. الله لا يضيع اجر من احسن عمله، الناس دي اجتهدت وتعبت، لعيبه وجهاز فني ومجلس اداره، وربنا كرمنا وصعدنا، عايزين نكمل المسيره. طبعا احنا مع نادي السويس بقى لنا عمر وشفنا السويس في الممتاز، او جيل انا بالذات يعني شاف السويس في الممتاز، فلقى ان الحلم بيقرب وفضل مثلا 3 4 ماتشات، يعني الكلام كله في شهر شهر ونص. حلم الصعود طبعا حلم بيقرب، بقى لنا 25 سنه بنحلم بالصعود.